اخبار اليوم. انت حضرتك ولد احد المكتوفين في الطيارة؟ انا والد الكابتن حازم بكر محمود. يعني هو مضيف بنقول عليه كابتن. طيب. مش يعني بعد كده عرفته ازاي ان هو يعني من التلفزيون؟ لا عرفت برضه من التلفزيون ان المختطف تم القبض عليه وسلم نفسه. وكان قايل اسم غير غلط وكان بيذيع ان هو استاذ في كليه الطب البيطري باسكندريه، لكن اتضح الاسم اللي قاله غير حقيقي. حضرتك كنت على اتصال معي بعد كده؟ مين؟ انا ما اتصلت بوش خالص، يعني انا ايه مش عاوز ايه مش عاوز اتصل في وقت هو حرج، هو صعب فيه. انا عارف انه هو الرئيس ابوه، رئيس عبد الفتاح السيسي ابوه، ورئيس الوزراء ابوه، والطيار شريف فتحي ابوه، عارف ان دول بالنيابه عنا، ما بقاش اتصل بهم. صارك متاكد ان هو على الطياره دي؟ نعم. ايوه. ليه يعني عرفت؟ يعني كلمته والتليفون مقفول؟ ما كلمت، هو تليفونه مقفول، انا ما احبش اتصل به في هذه الظروف بصراحه، شيء طبيعي، انا راجل متعلم وعارف كل حاجه، ما احبش اتصل به في هذا الوقت. لا يعني ما يردش عليا يزعل منه. فربنا يستر عليهم، والحمد لله خير كتير ونعمه، واحنا ندعو من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحمي مصر، ربنا يحمي مصر، وربنا يستر على اولاد مصر، وربنا يستر على الرئيس رئيس مصر. نحن نعمه كبيره جدا. نحن المختطف ده والله انا بصراحه المفروض ده يتعجب في مدى العام، لانه ده عمل يعني ده كلام، نحن في غنى عن هذا.